نسمع. نبدأ أخبارنا من فرنسا، وين أفادت الأخبار أن منفذ هجوم مارسيليا هو تونسي الجنسية. مواصلين أخبارنا العالمية، ونفاد وزير الداخلية الفرنسي اليوم أن السلطات عثرت على عبوة نصفة خارج مبنى سكنة في باريس، ونفذت جملة من اعتقالات تم على إثر القبض على شخص متطرف. مازلنا في فرنسا، وين أحبطت الشرطة الفرنسية عملية إرهابية استهدفت منطقة قريبة من ملعب حديقة الأمراء في باريس صباح نهار السبت 29 سبتمبر، واللي شهد مواجهة بين باريس سان جيرمان وبوردو في الدوري الفرنسي، وأحضرها ما يقارب عن 50,000 مشجع. مصادر في الشرطة أكدت إحباط عملية إرهابية والقبض على 5 إرهابيين زرعوا قنبلة في منطقة قريبة من ملعب حديقة الأمراء. هذا يذكر أن فرنسا شهدت عملية إرهابية سابقة استهدفت ستاد فرانس في العام 2015 أثناء مباراة بين منتخبي فرنسا وألمانيا، وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في محيط الملعب. في أخبار العالم كذلك، عنت شرطة لاس فيغاس اليوم أنها عثرت على أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات في منزل اللي قتل نهار ليلة الأحد، اللي قتل ليلة الأحد 59 شخص في إطلاق نار عشوائي على حفل غنائي في المدينة. نمشي والأخبار آخر، وين يعتزم إقليم كردستان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أول نوفمبر القادم. نذكروا أن الأغلبية وافقت على استقلال الإقليم عن العراق، وذلك في استفتاء إجراء في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في البلاد نهار 25 سبتمبر. مازلنا مواصلين أخبارنا العالمية، وين أعلنت وسائل إعلام كردية عن خبر وفاة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني عن عمر يناهز 84 سنة في منفى المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني. الخبر هو أشارة أن الحالة الصحية لطالباني غير مستقرة، هو حاليا يمكث في مستشفى في العاصمة الألمانية برلين. احنا من أخبارنا العالمية نمشي الجولة في أخبارنا الثقافية.